الله يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً بدنا نحكي عن قانون لينز اللي هو بيجي بعد درس التغير والتدفق. فخلينا نحكي عن نص القانون تبع لينز. نص القانون بيحكي إنه اتجاه التيار الحذفي، يعني بنحكي قاعدين عن تاء فتحة، انتبهوا تاء فتحة، في ملف يكون بحيث ينتج عنه مجال مغناطيسي حذفي. هذا الشيء هذا ننتبه له جديد عليه، لانه مجال مغناطيسي غير فتحة. شوفوا اي سيكس في تيار يولد حلو مجال مغناطيسي، حتى على مستوى لو كان تيار حذفي راح يولد مجال مغناطيسي حذفي. طبعا هذا المجال المغناطيسي حذفي له قصه، يقاوم التغير في التدفق المسبب له. اكيد صار في تغير في التدفق، فتغير في التدفق هذا هو اللي ادى الى تولد هذا المجال المغناطيسي الحذفي، هو بيقاوم هذا التغير. خلينا نشوف بس هون، هل هاي الشغله بنعرفها ان احنا اذا غيرنا التدفق راح يتولد قوى دافع حذفيه، قوى دافع حذفيه راح تولد تيار حذفي، والتيار الحذفي راح يولد مجال مغناطيسي. الترتيب هذا احنا بنعرفه، غير التدفق عبر ملف راح تولد قوى دافع حذفيه، قوى دافع حذفيه راح تولد تيار حذفي اكيد، بالفولت مع قوى دافع حذفيه، تيار حذفي بالامبير، بتولد مجال مغناطيسي حذفي. طبعا مجال مغناطيسي حذفي يقاس بوحدات التسلا. خلينا اسالك هون، كيف ممكن نغير قوى التدفق؟ بالاسئله اللي مرت علينا في التغير والتدفق كان ممكن يغير مقدار التدفق عن طريق، طبعا احنا المجال المغناطيسي غين، طبعا اذكر قانون فاي اللي هي غين الف جذر ثيتا، يعني هاي الفاي اذا بتحسب فاي ففاي تساوي غين في الف في جذر ثيتا. هلا بدك تغير فاي، يعني يا بتغير غين يا بتغير الف يا بتغير جذر ثيتا. بس غين المجال المغناطيسي ممكن يكون له مسارين، ممكن يكون مغناطيس طبيعي اقطاب شمال وجنوب زي مثل هاي، ممكن يكون مغناطيس كهربائي. مغناطيس كهربائي بس هو في سلك بيصير فيه تيار، واحنا بنعرف السلك اللي بيصير فيه تيار واللي تحوله مجال مغناطيسي. هلا بالمغناطيس الطبيعي تقريبا ابعاد المغناطيس يغير التدفق، اكيد هو تقريب المغناطيس بيزيد المجال، وابعاد المغناطيس بيقلل المجال. طبعا اذا تغير المجال مباشره التدفق بتغير. اذا مغناطيس كهربائي يعني السلك بيصير فيه تيار واللي تحوله مجال مغناطيسي، ممكن اغلاق او فتح المفتاح يغير من التدفق. طبعا هلا اغلاق المفتاح بيؤدي انه طبعا المفتاح مفتوح كان تيار صفر، لحظه اغلاق المفتاح مبدئيا التيار بيزداد، فالمجال المغناطيسي بيزداد، فالتدفق بيزداد. هلا في لحظه فتح المفتاح معناته التيار الكهربائي بصير قيمته صفر، يعني بقل التيار، يعني ذلك انه المجال المغناطيسي بقل فالتدفق بقل. لان زياده او تقليل المقاومه الكهربائيه، في مقاومه اخذناها فصل التيار الكهربائي والتيارات الكهربائيه اللي هي المقاومه المتغيره يشتغل. هاي المقاومة متغيرة ما كنا نحل عليها السائل، يعني خلينا نحكي حسابيا، بس هون لها استخدام. احنا بنعرف ان المقاومة هاي المستقبل متغير، يعني بقدر ازيد المقاومة وبقدر اقللها. في لحظة زيادة قيمة المقاومة الكهربائية نعرف ان علاقة المقاومة مع التيار علاقة عكسية، فزيد لي المقاومة معناته التيار الكهربائي بقل، واذا قل التيار الكهربائي المجال الناتج عن مغناطيس طبعا بقل فيقل الظروف، والعكس صحيح، زيادة المقاومة عفوا تقليل المقاومة بزيد التيار بزيد المجال بزيد التدفق. هلا ممكن نغير ألف الزاوية عن طريق إدخال ملف أو إخراجه في مجال مغناطيسي، والحالة الأخيرة نغير قيمة الزاوية. كيف؟ تعمل دوران الملف أو تعكس اتجاه المجال المغناطيسي. طبعا هذا بتحكم فيه طبعا إن شاء الله موجب أو سالب وعكس الاتجاه، أنتم بتعرفوا جدا الزاوية ممكن يكون مثلا كانت صفر عند عكس اتجاه خطوط المجال تصير 180، التدفق كان عندك مثلا موجب اصبح التدفق سالب حفاظا على المضاد، فهيك موجب تغير التدفق. طيب هلا احنا بدنا نحكي بس كيف ممكن نغير التدفق عشان نولد قوى دافع حذفيه وتيار حذفي. احنا مهمتنا في هاي الاسئله، طبعا الاسئله الان معي ممكن يكون السؤال يعني مثلا ضع دائره ويعطيني رسم ويقول لي ان اتجاه التيار الحذفي المتولد مثلا في هذا الملف نحو كذا او نحو كذا، ممكن يكون السؤال مثلا نضطر نكتب تفاصيل كامله شو اللي صار بالضبط عند تغير التدفق. لا أنا حاط مثلين مبدئيات عشان نحط عليهم قواعد رئيسية، وبعدين راح ناخذ كمان أمثلة كمان أخرى. الآن في الأمثلة التالية بعد يحط عندي تقريب المغناطيس، مسكت المغناطيس طبعا أقطابه شمالي وجنوبي، أنا راسم خطوط المجال تخرج من الشمال وتدخل في الجنوب. عن تقريب المغناطيس الآن ماذا يحدث؟ هي طلعوا شوي، خلينا نمسح هدول عشان نكتبهم ونحددهم مع بعض. طب في لحظة تقريب المغناطيس أعداد خطوط المجال المغناطيس اللي بتخترق الملف قاعد تزداد، طبعا كلامي بحكيه كله مكتوبهم. فانت بتقدر تقرا الكلام هون وانا قاعد بحكي لك شو قاعد بصير. تقريب المغناطيس يؤدي الى زياده الاعداد، اذا بتعد معي ما بعرف شو شرط الخطوط واضحه، كان عندي خط خطين ثلاثه اربعه اخر الملف، طبعا مجرد ما التقريب بنعرف انه كثافه
بتزداد فبتزداد المجال، فبتقربوا اعداد الخطوط اللي بتخترق الملف بتزداد. مجرد ما بتحكي المنتقل المغناطيسي هي زياده عدد خطوط المجال، معناته التدفق شو صار فيه؟ مجال التدفق مباشره بتزداد بسبب زياده غير المجال المغناطيسي. طيب شو بصير اذا زاد التدفق؟ طبعا يقع ملف الزياده بالنقصان، يمكن هاي اهم قاعده استنتجناها في قانون فتح الباب تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زد. انت بتشوف شو بصير بالتدفق والقوة الدافعة تنشأ عشان تقاوم التغير بالتدفق. تنشأ قوة دافعة حثية على الترتيب، هذا شوف غير التدفق بينشأ قوة دافعة حثية بينشأ تيار حثي بينشأ مجال مغناطيسي حثي. الترتيب هذا نفسه، شو اللي اختلف هون؟ المجال المتولد الحثي بكون بعكس اتجاه المجال الأصلي. ليش؟ عشان يعمل على تقليل قيمة المجال المغناطيسي أو تقليل قيمة التدفق. فإذا التدفق بيزيد هو بيحاول إنه يقلل. المهم خلينا نكمل. مجال بعكس اتجاه المجال الأصلي، وما أخذش من حد اتجاه تيار حثي. هاي طبعا بس كنت حد اتجاه تيار حثي المدون. نعم في الشكل على اللوحة فينا المغناطيس بأقطاب شمال وجنوب، خطوط المجال تخرج من الشمال بتروح تدخل وين؟ في الجنوب. لأن إذا طلبت منك تحدد اتجاه المجال المغناطيسي طبعا أنت بتعتمد على اتجاه المجال في داخل المغناطيس. طبعا المجال تخرج من الشمال تدخل في جنوبي تكمل مسارها، ما هي مقفلة، فتكمل مسارها داخل المغناطيس من الجنوبي إلى الشمال. طبعا هاي من الجنوب إلى الشمال يعني اتجاه سين الموجة، هذا غين المسبب. بتحب تسميه غين الأصلي، حاب تسميه غين المؤثر، اللي بدك إياه. المهم هذا عبارة عن مجال مغناطيسي، خلينا نحكي إنه هو اللي أثر على هذا الملف. طبعاً الملف زي ما قلنا رح يكون مجال بعكس اتجاه المجال الأصلي، فخطوتك اللي بعدها إنك تحدد اتجاه المجال المتكون هون. إذا هذا سين الموجة بعد المجال الأصلي هو بعكس، إذا بيكون نحن سين سبب، هذا غين فتحة يعني مجال مغناطيسي حثي نشأ من ركز هو دافع حثي وتيار حثي، هذا مجال مغناطيسي حثي. لا ما عليك إلا كيف تقدر تكون حتى اتجاه المجال، بقدر أحس حتى اتجاه تيار كهربائي الحثي. كيف؟ بكل بساطة في الملف الأول بحكينا إحنا إبهامنا بيشير للمجال والأصابع تشير لاتجاه خطوط أو اتجاه تيار كهربائي، فأنا بمسك إبهامي بحطه مع اتجاه المجال الحثي وأصابعي رح تشير مباشرة لاتجاه التيار الكهربائي، يعني في الأسلاك هاي اتجاه التيار نحو العالم، لما تولد تيار حثي واتجاه هذا التيار حثي نحو العالم. هلا ما ننسى ممكن مثلا نجيب هون نقاط ألف باء بيحكي لي أين اتجاه التيار حثي، فأنا ساعتها بتبع اتجاه التيار، التيار هيك، إذا بقول له والله التيار من ألف إلى في داخل هذا الملف. طيب هيك تعلمنا كيف نحدد اتجاه التيار الحثي المتولد في الحالة الأولى، خلينا نشوف الحالة الثانية، الحالة هلا نفس اللي على اليمين بس انا حاطه نفس الخطوط شمال جنوبي، خطوط المجال حاولت ادخل الاعداد نفسها، وهون بدي اعمل ابعاد للمغناطيس. هلا في اللحظه اللي بتبعد فيها المغناطيس رح يصير عكس الكلام اللي هون تمام. لا الابعاد بيعمل نقصان، هون التقريب كان يعمل زياده، الابعاد رح يعمل لك نقصان في اعداد خطوط المجال. اكيد كانوا مثلا خطين ابعاد بزياده صفر خط واحد بيخترقوا، فاعداد الخطوط بتخترق او التدفق على الخطوط يقل. هاي طبعا يقام ملف النقصان الزياده، هي قفه الحداد ودائما قفه الحداد تقام النقصان الزياده او زياده النقصان. تنشا قوى دافعه حثيه تولد تيارا حثيا والمجال المغناطيسي الحثي بنفس اتجاه المجال الاصلي. خلينا نشتغل بسميات على التحديد. بهذا الاتجاه التيار الحثي المجال الاصلي حكينا في داخل المغناطيس من الجنوب الى الشمال، فهذا اتجاه غين المسبب نحو سين موجب او المجال المغناطيسي المسبب. هلا التيار او المجال المغناطيسي الحثي بيكون مع اتجاه المجال الاصلي بنفس الاتجاه، اذا كمان بيكون نحو سين الموجه، هي غير حثي. واذا صرت بعرف اتجاه غير حثي بحط ابهام معه، هذا ملف لو بحط ابهام مع اتجاه المجال واصابع الدور بحدد اتجاه التيار، فالتيار الحثي في هاي الحلقات نحو الاسفل. للناس اللي عندهم مشاكل في تحديد الاتجاه بتاعتها ربما هون حط ابهام مع التيار الحثي، ما دخلني بالمسبب، انا بحكي عن حثي. ابهام عن التيار الحثي اصابع اشاروا الى اتجاه المجال المغناطيسي، عفوا ابهام عن المجال الحثي عفوا اصابع اشاروا الى اتجاه التيار الحثي، هون ابهامي عن المجال المغناطيسي الحثي واصابع اشاروا الى اتجاه التيار المتولد. طبعا خلينا نكون بس متاكدين هذول القصتين اللي هو تيار حثي ومجال مغناطيسي حثي، بالشكل الاول هو التيار الحثي وبولد مجال مغناطيسي حثي، بس عند التحديد طبعا بضطر استخدم اتجاه المجال الحثي عشان اعرف اتجاه التيار الكهربائي الحثي، بس طبعا في زيين اكيد التيار الحثي هو الاول تولد قبل المجال المغناطيسي.
اذا بتطلع بس على هاللونتين هذول هو تقريب وبعد بتلاحظ انه حاط خطوط او حاط قيم باللون الاحمر مشابهين كلمات. هي الاختلاف الوحيد بين الحالتين هذول. هون بتحدد تقريب ابعاد زياده نقصان يزداد يقل زياده يقام زياده نقصان يقام نقصان زياده بعكس الاتجاه نفس الاتجاه. هلا ما بقي ما في عندي اختلاف. ف بدنا نحل مسائل مع بعض بس على القول او على قاعده لينز. فرح نبدا هالمسائل. طبعا بدنا نبدا حل شويه مسائل على قاعده لينز. طبعا الاسئله اللي هي الاسئله الموجوده في دروسي بحث الكهرباء المغناطيسي. كل سؤال حط لي انا رقمهم موقعهم. طبعا انا عملت اختيار للاسئله عشان ضل المجموعه من الاسئله تحاول فيها انت. فحط بالسؤال الثاني صفحه 14. السؤال الثاني صفحه 14. السؤال بيحكي حد اتجاه التيار الحثي بتولد على البيلفاميتر. البيلفاميتر عندنا حلقه هون دائريه. طبعا هذا جزء من الحلقه لبرا باتجاه الناظر وهذا الجزء نحو الداخل. الحلقه هي هون شكلها. هون شكلها هي الحلقه. هذا الجزء الداخل وهذا الجزء باتجاه الناظر. السؤال بيحكي لنا حد اتجاه التيار الحثي المتولد عبر حلقه الداخل اثناء تقريب المغناطيس. طبعا المغناطيس الركب بين الشمال والجنوب بامراس خطوط المجال المغناطيسي. هلا انا هون بس احب اشرح يعني الانتشار اللي قلت لك انه بنشوي مع بعض. انا راح اختصر بس او راح اكتب التفاصيل الرئيسيه. اول شيء بمجرد ما انت تعمل تقريب للمغناطيس من الملف مباشره عندك اعداد خطوط غير بتخترق الملف بدي احكي عنها انها تزداد. وبناء عليه اذا المجال المغناطيسي يزداد مباشره بتحكي لي انه التدفق يزداد. وزي ما بنعرف التدفق تبعنا زاد. تفكر الترتيب تنشأ إذا حاب يعني أرجع بس شوف الترتيب حكينا تنشأ قوى دافع حثية تولد التيار الحثي تولد مجال المغناطيسي الحثي. ومجال المغناطيسي الحثي بيكون بعكس في اتجاه المجال الأصلي عشان يقاوم الزيادة والنقصان. خلينا نشوف بس اتجاه بالأزرق رح لنا في العالم. هلا خطوط المجال المغناطيسي طبعا اتجاهها احنا بنهتم فيها داخل المغناطيس اللي من الجنوب إلى الشمال. فهذا المغناطيس أو خطوط مجال المغناطيس للمغناطيس المسبب أو المجال المغناطيسي المسبب. هلا كونك تولد انت مجال مغناطيسي حثي هذا بده يكون عكس غين المسبب. اذا بده يكون اتجاه خطوط المجال المغناطيسي او المجال الحثي بده يكون باتجاه اليسار بعكس الاتجاه او الاتجاه عفوا محور السينات اللي موجود هذا هو سينات سبب. فهذا غين الحثي. وطبعا نفس المبدا في الملف الدائري زي اللوحه اذا بتحط بحالك مع اتجاه خطوط المجال المغناطيسي او المجال الحثي أصابعك رح تشير باتجاه التيار دور على دوران الأصابع. الأصابع الآن في الحلقة رح تكون باتجاه من سين باتجاه صابع. فالتيار الحثي المتولد هون رح يكون باتجاه من سين إلى صابع. طبعا عبر لازم أكمل حكي عبر الإلفاميتر في داخل هذا الملف لأنه إذا حكيت لسين لصابع بشكل عام ممكن يكون قصدك في الاتجاه العكس هيك عكست اتجاه التيار. نتفق على شكل عند النظر إلى ملف اليمين باتجاه من سين إلى صابع بكون دوران عكس عقارب الساعة إذا حب أو على حسب الشكل. لا في اثناء العمل بيصير العكس تماما. اول شيء انا بقدر احكي له انه الغين يقل بناء عليه التدفق تبعي صفر يقل بناء عليه الغين فتحه رح تكون مع او بنفس اتجاه الغين المسبب. فالمجال المغناطيسي المسبب في اتجاه اليسار مجال المغناطيسي هلا الجديد بيكون بنفس الاتجاه بتحلو غين بالاخضر. فاتجاه المجال المغناطيسي الجديد بيكون نفس الاتجاه غير فتحه. كان عندي جاي مجال مغناطيسي حثي اصابع بشير للتيار فالتيار حيكون من صار الى سين. طيب خلينا نشوف الحلقه الخير اللي عندنا. عندنا حلقه دخلت الى مجال مغناطيسي مطلوب مني احدد اتجاه التيار الحثي عند لحظه دخولها عبورها وخروجها في كل حاله من الحالات الثلاث. هلا قبل بس بحكي عن الحاله هذه مش بس ارجوك زي يعني تطبيق عملي او مثال بس بقدر اصمم بس مثال على هاي في عندي خطوط مجال مغناطيسي باتجاه الخارج هيك. طبعا احنا بنرسم مجالات مغناطيسيه منظمه يعني فانا قاعد برسم فيه بحاول تكون المسافات بين الخطوط متساويه والخطوط كلها متوازنه. طيب بدي احكي لك عن ملف بده يعبر هذا المجال المغناطيسي بده يدخل فيه يعبر ويخرج من الطرف الثاني. فاذا انا حاب بس اورجيك بس شغله او تطبيق عملي افترض معي هذا الملف لولبي بدك اياه في هذا حق اسطواني ملف عليه هذا الملف لولبي. عند لحظة دخول الملف إلى المجال المغناطيسي عد معي شو بصير؟ أعداد خطوط المجال المغناطيسي واحد اثنين ها قاعد تزداد من صفر لواحد واثنين. إذا أنا بس استنتج لك على الرسم هاي اللي حاطها هون إنه أثناء دخول الملف إلى خطوط المجال أو إلى المجال المغناطيسي مباشرة المجال المغناطيسي يزداد.
طيب خلينا نشوف عدد المشاهد. هلا دخل الملف اوكي كان 0 1 2 زاد على خطوط المشاهد. هلا بدي اعبر داخل المجال، ركز معي شو بصير. هلا هو ماشي كان خطين بخط القوه، اجى هون فرد الخطاب بس هو الخط الثاني، فعدد الخطوط 2 كان هون 2، لما تحرك شوي ضل 2، كمان فرد الخطاب بس هو الخط اللي بعديه 2، فرد الخطاب بس هو الخطاب 2 وكمل. فانت بدك تحكي لي انه المجال المغناطيسي اثناء العبور يا استاذ او اثناء عبور المجال سيبقى غير ثابتا. اثناء الخروج بس العمليه العكسيه، هي ملف وقاعد بخش لها، هي عندي 2 بعدين زاد بعدين صار، طبعا هو كان هون مثلا 2 صار هون 2 لسه عبور، هون 1 وهون 0. فالمجال المغناطيسي هون قاعد يقل اثناء الخروج. طيب خلينا نرجع مع بعض بس لرسم هذا الطلب يعني. إذا هون كان مجال المغناطيسي قاعد يزداد مباشرة تحكي من التدفق، فهي الحالة يزداد. وفي حال أن التدفق كان يزداد تنشأ قوة دافعة حثية والانقباض حثية تولد المجال المغناطيسي حثي. بس المجال المغناطيسي الحثي متولد بده يكون، طبعاً قلنا كون المجال الأصلي يزداد بيكون القانون زيادة مصاب، بيكون بعكس اتجاه المجال الأصلي. فبتأخذ هيك الطلب غير الحثي راح يكون عكس غير المسبب. وحسب ما انا شايف على اللوحه المجال المغناطيسي المسبب اتجاهه نحو الداخل او زي السالب، هذا غير المسبب اكس نحو الداخل. هلا مجال الحثي طلعت لي بالازرق، مجال الحثي اذا ولد عكسه بيكون مجال المغناطيسي الحثي ضد باتجاه الناظر، واذا حطيت الثاني ضد باتجاه الناظر ايش حد اتجاه المجال؟ بلاحظ انه بهان مع المجال اصابعي بتدور مع اتجاه التيار، فالدوران التيار الحثي بيكون عكس عقارب الساعه في هذه الحلقه. طيب جرب الحلقة بعدين أثناء العبور كم مجال المغناطيسي ثابت؟ إذا الأستاذ تدفقي ثابت، إذا بكل بساطة لازم تستنتج إنه القوة الدافعة الحثية 0 والتيار الحثي 0، لأنه يا جماعة القوة الدافعة والتيار الحثي ينشأ من التغير في التدفق وليس من التدفق بحد ذاته. فكون فيش تغير في التدفق إذا خلص لا يكون القوة الدافعة الحثية ولا التيار الحثي. خلينا نشوف الحالة خروج من المجال المغناطيسي بالكل، طبعا عكس الحال الف طبعا بس الحل راح يصير انك تلعب سريع فاي طبعا يقل، فاكيد مجال المغناطيسي الحثي بيكون بعكس اتجاه المجال الاصلي غير حثي، يكون عفوا مع اتجاه المجال المغناطيسي عشان يقاوم انفصال الزياده. مجال المغناطيسي الاصلي في السؤال نحو الداخل زين سالب، اذا المجال الحثي المتولد بيكون نفس الاتجاه او معه راح يكون نحو الداخل المجال الحثي. فإذا كان نحو الداخل كان مع اتجاه المجال، دوران أصابع التيار التيار مع عقارب الساعة. نكمل مع بعض نشوف السؤال هذا، هذا السؤال فيه فكرة مشابهة لما صرت الفصل، فبتدور عليها فيها قطعة حديد، فأنت دور عليها وحاول حل السؤال، بس شوف معي هذا السؤال 4 صفحات 15 فلسطين. بقول لك في السؤال أسقطنا قطعة حديد داخل ملف لبني، وأسقطنا المغناطيس داخل ملف لبني. هلا الحديد والمغناطيس كتلهم متساوية، يعني إذا بدي عن قوة الوزن تمام؟ قلت الوزن اللي متساوي، وزن يساوي كافي جي، جي بسرعة جاذبية ثابت، والكتل تبعته متساوية، فأوزانه متساوية. طبعا خلينا نحكي من سقط وسقوط الحرة بتأثير وزنه. هدول الملفين متماثلين، يعني حاولت حتى برسم إنه أوضح لك إنه عدد الملفات نفسه، الطول نفسه، كل شيء فيه نفسه، يعني ملفين أوليين نفسه. سؤال أي منهما يصل إلى نهاية الملف في البداية؟ شوف أنا أشرح أول شيء كلام محاور تخصصه سريع شو اللي بيصير. طبعا خلينا نجاوب على السؤال اللي بيسال في البدايه، اتجاه الارض هي قطعه الحديد اكيد، لانه قطعه الحديد لما تسقط يا جماعه تسقط بتاثير قوه الوزن فقط، فعندي قوه للاسفل اسمها قوه واو وزن مساوي كافي جي. واكيد بدك تحكي لي المغناطيس كمان استاذ يسقط بتاثير قوه الوزن، وانا معك اوكي، بس لا تنسى انه المغناطيس عند اقتراب من الملف يقاوم الملف الزياده في التدفق. ها هي اقامه زياده التدفق على المجال المغناطيسي بده ينشا يكون بعكس اتجاه المجال اللي قاعد بيقدر، يعني بمعنى بتولد كان القطب وانا حاطهم على فرق من قطب شمال، قلت له همك شو عم بتولد، بس راح اولد انا القطب هون عكس المجال الساعه في المجال اللي بتولد، فراح اولد فوق القطب هيدي الاحمر شمالي، وراح يكون في عندي بالاسفل تحت القطب جنوبي للملف اللي طبعا شمال وشمال بصير بينهم تنافر، مما يؤدي الى انه يقلل وما بيقدر يتغلب على قوه الوزن اكيد حسب يعني مثال، بس انه على الاقل راح يقلل من سرعه السقوط تبعت المغناطيس. فليه إذا بدي جاوب احكي لك مين أيهما يصل إلى الإبدال، بدي أقول لك إنه تصل قطعة الحديد بداية إلى نهاية الملف، ويعود ذلك لأن سقوطها كان
بتأثير وزنها فقط. أما المغناطيس فيولد الملف قطب مغناطيسي ينشئ قوة تنافر. قوة تنافر فيتأخر في السقوط. طيب خلينا نروح لسؤال خمسة. طبعا سؤال خمسة في فرعين، فرع ألف وباء، بس أفكار مكررة زي اللي حليناها يمكن بالشرح، فمحتاجش أرجع لفرع ألف وباء، أنا رحت مباشرة على فرع جيم. في فرع جيم يقول لك ثبتنا المغناطيس مقتربا من الملف أو جنب الملف، فبحكي لك السؤال ماذا يحدث لو تم تثبيت قطعة حديد بين المغناطيس، هي درجة قطعة حديد بين المغناطيس وبين الملف. هذه القطعة في الشكل هي قطعة حديد. مبدئيا بس لو هاي المعلومه مش موجوده وقلت لي ثبت المغناطيس فتدفق ثابت فرعت ولا باقي ولا دافع حثي ولا تيار حثي شبه هذا، بس تثبيت قطعه الحديد نعرف ان الحديد بيتجاذب للمغناطيس والحديد يتمغمض، ذكر الكلمه هاي بس انه يتمغمض الحديد، يعني بحد ذاته الحديد بصير كانه مغناطيس. طبعا الحديد بيتجاذب للمغناطيس، مخ اقطاب مغناطيسيه او مجال مغناطيسي مشابه تماما لهذا المجال، فبتورجيك شغله، يعني كانوا بنقسم لقطبين، القطب اكيد بيقترب للجنوب هو قطب شمالي، فبكفي له عشان اوضح لك انه هو قطب شمالي، والطرف هذا اكيد بيصير قطب جنوب، مش بتجاذب الحديد، هو بيتجاذب بيكون جنوب شمالي جذب الحديد، يعني كان عملت كوبي للاقطاب المغناطيسية، معطيني هذا السؤال هاي، قلت لها كوبي للحديد. هلا كونه تمغمض الحديد اذا انت بقول لك انه المجال المغناطيسي زاد، زمان كان في مجال مغناطيسي واحد يوفر على الملف بسبب المغناطيس، هلا انت مغمض الحديد فصار عندك انه مجالين مغناطيسيين بياثروا قاعدين على الملف. فاستنتاجي كان انه المجال المغناطيسي يزداد، وزياده المجال يعني انه التدفق المغناطيسي يزداد، يقام ملف زياده في شق ودافع حثيا، بس بتكتب الكلام هذا، تولد تيارا حثيا، تولد مجال مغناطيسي حثي، وبده يكون بعكس اتجاه المجال الاصلي. المجال الاصلي او المجال المسير باتجاه طبعا احنا بنهتم فيه في داخل الملف اللي هو من الشمال للجنوبي، في داخل من الجنوبي الى الشمال، هذا غير مسبب. فاكيد مجال المغناطيس الحثي بيكون بعكس اتجاه هذا المجال عشان يقاوم زياده من المصاب، فاتجاه المجال الحثي بيكون هيك بعكس اتجاه ابهام مع اتجاه المجال الحثي، اصابع بشيلوا التيار اللي يتولد تيار حثي باتجاه العقل كما في الشكل. اذا طلب منك اتجاه التيار في الداخل المقاوم تحديدا بتتبع اتجاه التيار الرزمعي هي هون الاعلى، بعدين بينزل ورا الاسطوانه للاسفل، بعدين اتجاهه من باء اذا دافع تعالى بقول له اتجاهه من باء الى الف عبر المقاومه. يعني كمل السؤال بعده. في عندنا حلقه غير مطلقه مثل المقطع، هاي الحلقه موضوعها في مجال المغناطيس والمجال باتجاه الناظر او زي الموجب للمبدا. الان مطلوب السؤال منا نحدد اتجاه التيار، اذا التيار حسي تتولد اذا ازدادت مساحه المقطع. استنى شو حر هو في السؤال، هو ثلاث عوامل بحدوا التدفق، غين والف والزار، ولا غير الف، احنا هون بعرفين انه بدنا نغير غين مشان المغناطيس. طيب مش مشكله انت بتحكي لي انه عندنا ست الف مساحه المقطع، فانا وياك خمسين الف، ونعرف انه الف علاقتها مع انا قصدي هذا السهل قصدي انه زادت. فاحنا بنعرف انه الف علاقتها مع التدفق علاقه طرديه، فبقدر اقول لك انه ساعه التدفق سوف يزداد. وإذا زاد التدفق في السؤال على مقاومة في الزيادة في النقصان تنشأ قوة دافعة حثية، أنت بتقول تولد تيارا حثيا، تولد مجال مغناطيسي حثي، بده يكون عكس غين المسبب، ليش؟ عشان الزلمة هذا بده يقاوم الزيادة اللي صار التدفق بالنقصان. هلا المجال المغناطيسي اللي من السؤال كان زين موجب باتجاه الناظر، وأنا هون اقتنعت أن لازم أولد مجال مغناطيسي بعكسه في الاتجاه، فغين المجال المغناطيسي الحثي رح يكون اتجاه داخل او زي السالب. ما عليك الا ناخذ ابهام مع اتجاه المجال، اصابعي بيشيروا لاتجاه التيار في التيار دوران مع قاطر الساعه في هذه الحلقه. هاي بقدر اكتب زي هيك او اصبح رسمه مش اياها، وبقدر اكتب له يكون اتجاه تيار حثي مع قارب الساعه، هي لاحظ هي مع قارب الساعه نحو الداخل مع قارب الساعه. اوكي في سؤال سبعه، انا اعطيك مثال على خليني احكي هذا مغناطيس طبيعي في الاشكال هاي، هلا بدك تكون عم مغناطيس كهربائي. زي ما بنعرف مقيس سي بي سي في تيار يولد حول المجال
بس يمكن عندكم في الدرسية انه مقلوبة بس الضغط، يعني انا كاتب على هاي اثنين وهي واحد، بس تغير الرسمة مش تعلوهم، فانت بتقدر تغيرها عشان تصير زي الرسمة مش تعلوها. كمل. هلا هون بصير تيار كهربائي في البطارية واتجاه تيار القطب الموجب البطارية باتجاه القطب السالب. طبعا هاي الدارة الكهربائية بده يزيد التيار الكهربائي فيها، هاي زيادة التيار. كيف؟ انا بعطيك تطبيق عادي. في ريستات يا جماعة مقاومة تغير، مجرد ما السؤال قلل المقاومة الكهربائية معناته التيار الكهربائي راح يزداد. لا تيار الثوري يشتغل في البطارية. هاي اتجاه القوى الدافعة اتجاه التيار الثنائي، التيار الكهربائي عفوا كان باتجاه الأعلى. إذا حط أصابعك على اتجاه التيار هام يشيل المجال، شوف هامك دائما يشيل القطب الشمالي، يعني خطوط المجال هيك تمام؟ هي بتخرج من الشمال بتدخل في الجنوب. أصابع التيار هام إشارة الشمالي، إذا هذا القطب على اليسار هو قطب شمالي، والقطب هذا على اليمين هو قطب جنوبي. هاي الخطوات كلها لسه كمان تحت السؤال. أنا أنشأت أو حددت اتجاه التيار المتولد، التيار الكهربائي طبيعي، مسار بطارية وقوة دافعة، حددت اتجاهات المجال المغناطيسي بدي أشتغل. انت غلبت المقاومة معناته زاد التيار، معناته اكيد المجال المغناطيسي اللي بيأثر على الحركة هاي 100% سوف يزداد طبيعي. مو عرفت المجال المغناطيسي لما في الاولى مين؟ اذكرك ها؟ غين تساوي ميو نوت دافع معناها زيد التيار بزيد لك المجال المغناطيسي مباشرة. إذا المجال المغناطيسي زاد تدفقي يزداد يقاوم ملف الزيادة في النقصان تنشأ قوى دافع حثية تولد التيار حثية تولد المجال المغناطيسي حثية يكون مجال صحي بعكس مجال صحي. عكس خطوط المجال طبعا الشمالي للجنوبي، اذا اتجاهنا المجال نحو هذا الحق صار مع التيار ما قدرش يحدد استخدامه، هذا غير المسبب. بعد مجال الحثي بيكون بعكس اتجاهه، اذا اتجاه سين الموجب غير حثي بهان مع اتجاه المجال الحثي صار يشيله الى تيار، فالتيار الحثي بيتولد نحو الاسفل كم مره بهان المجال هاي التيار نحو الاسفل. اذا بدك في المقاومه فهو من الف التيار الحثي من الف الى باء عبر المقاومه. يلا كمل. هون حدد اتجاه مع سؤال كتاب، حدد اتجاه التيار الحثي المتولد في الحركه س لحظه اغلاق مفتاح الملف الصامت. هلا اول ما تغلق المفتاح رح يتولد تيار كهربائي واتجاهه من القطب الموجب ركز الى القطب السالب امشي معي. هاي التيار اذا كونت الحركه الاولى نحو الاعلى علاقاتها كلها اتجاه التيار الكهربائي نحو الاعلى، واذا بحط اصابعي مع اتجاه التيار بحاول امشي للمجال هذا القطب الشمالي والقطب على اليسار هذا القطب جنوب. واذا بدك اتجاه المجال ما حط اصابعك مع اتجاه التيار بحاول بعطيك مجال مجال 50 سالب هذا غير مسبب. يا جماعه زي ما هاي الخطوه قبل ما تحل اني اعرف اتجاه التيار والمجال مسبب. هلا عند لحظه الاغلاق زمان المفتاح مفتوح كان التيار في الدار صفر وكان مجال المغناطيس صفر. في اللحظه الاغلق فيها المفتاح صار في عندنا تيار وصار في عندنا مجال المغناطيسي، فانا بقدر اقول لك انه المجال المغناطيسي يزداد. لان ما فهم علي ليش المجال زاد عندنا فيها. هلا المفتاح مفتوح، التيار في الدرجه صفر. لما تغلق المفتاح بصير في تيار، والتيار شو بنشع عنه؟ مجال، اذا كان المجال المغناطيسي صفر، عندنا صار في مجال. فالتدفق كون المفتاح في مجال اذا زاد المجال فالتدفق يزداد. تنشأ قوى دافعة حثية تولد التيار حثية تولد المجال المغناطيسي حثية. وهذا المجال اكيد عشان اقام زياده بيكون بعكس غين. غين المسبب كان باتجاه س سالب، اذا غين يعني الجديد او المتولد بيكون باتجاه س الموجب عكس اتجاهه، هذا المجال الحثي. وبكل بساطه بحط ابهام عن اتجاه المجال وصار قاعد يشيل التيار، هي ابهام مجال، تيار الحركه هي برا للاعلى بعدين هون للاسفل، اذا الاتجاه كان حثي نحو الاسفل. لو اجاني السؤال هذا الامتحان كيف اعبر؟ ممكن اقول له عند النظر الى الحلقه من اليمين يكون اتجاه التيار بعكس عقارب الساعه. التيار الحثي عكس عقارب الساعه عند النظر من اليمين. سؤال شو السؤال 14 يا جماعه؟ سؤال 14 صفحه 17 سؤال بحكي في عندنا المغناطيس، هذا المغناطيس اقطاب مجهوله الف باء اسمها، تحرك المغناطيس اتجاه اليمين فتولد هو التيار الحثي في هذه الحلقه اتجاه الاعلى او مثلا اليمين ومع قارب الساعه. المفروض نفس السؤال نعرف شو الاقطاب هاي ونعرف اتجاه التيار. فكره سؤال كثير بسيط، يعني فكره تبعته بسيطه شوي بس شوي تركيز. لا انا معي هون اتجاه التيار الحثي وبكل بساطه بقدر احدد اتجاه المجال المغناطيسي الحثي. بكل بساطه بحط اصابعي على التيار الحثي وابهام يشيل المجال المغناطيسي الحثي. يمكن السؤال هذا بالعكس عن باقي الاسئله اللي فالمجال المغناطيسي الحثي في الشكل اتجاهه نحو
سين سالب غين فتحة. هذا الحرف الهجر كونه أصابع تيار بكان أشار الهجر. هلأ كونه اتجاه الحركة نحو اليمين فالمغناطيس قاعد. طيب كنا نحل السؤال هذا وكنا نحكي إنه فلاني المغناطيس مختار المغناطيس مختار قاعد من الحركة هاي كنت هذا اتجاه تيار الحركة المتولد اتجاه تيار الحركة كانت قاعد من السؤال أصابع عن شهر تيار بكان أشار المجال المغناطيس فالمجال المغناطيس كان اتجاه سين سالب. هلا كنت احكي انه كون المغناطيس قاعد بيختلف فاكيد بيقام زياده النقصان فالمجال المغناطيسي المتولد بيكون بعكس اتجاه هذا المجال فركز معي مجال المغناطيس المتولد كامره كونه بيختلف معناته التدفق هون قاعد بيزداد فاكيد هذا المجال كان بعكس اتجاه المجال الاصلي المجال الاصلي بيكون باتجاه سين الموجب هاي المجال المغناطيسي الاصلي واللي بيكون نحن سين موجب بعد هذا الطرف اكيد هو قطب شمالي وهذا الطرف قطب جنوبي اذا بدنا نحدد هون بدنا نقول لك انه قطب هذا باء هو قطب شمالي وقطب هذا الف هو قطب جنوبي. ضل عندي خطوه بسيطه كثير نحدد اتجاه التيار الحركه اللي تولد في هاي الحركه مغناطيس بيبتعد اذا التدفق على هاي الحركه شو بصير فيه؟ اكيد بده يقل تقام النقصان زياده توشى المجال المغناطيسي مع اتجاه المجال الاصلي اذا المجال الاصلي اتجاه اليمين هاي المجال المغناطيسي الحثي مع المجال الاصلي كان مع اتجاه المجال صار يشبه اتجاه التيار اتجاه التيار يكون نحو الاسفل تاء فتحه او عند النظر اليه يمكن يكون عكس عقارب اسفل. طبعا بدنا نكمل يا جماعه عن الاسئله على قاعده لينز طبعا زي ما قلت انا قاعد بختار اسئله بس زي ما نعرف الخطتين بكون في من اسئله سنوات ونركز شوي فيهم تمام. فعندنا سؤال 15/17 سؤال بيحكي وضع ملف دائري داخل ملف دائري اكبر شايفين هاي حلقه دائريه باللون الاحمر هلا في حلقه دائريه اكبر منها هي ضمن دائره كهربائيه تحتوي على البطاريه ومقاومه كهربائيه متغيره ومفتاح اذكر ثلاث طرق تستطيع من خلالها توليد تيار حثي في الملف الدائري طبعا المقصود الملف الدائري هذا باللون الاحمر تمام لانه هذا الملف الدائري تولد فيه تيار كهربائي طبيعي في سبب القوه الدافعه وحدد اتجاه في كل حال. طيب هلا احنا من عندنا بدنا نحكي له كيف ممكن ان نغير التدفق عشان نقدر نولد قوه دافع كهربائيه حثيه. وانتم عارفين التدفق بيعتمد على ثلاث عوامل رئيسيه اللي هو المجال المغناطيسي، ساحه المقطع والزاويه بين متجه المساحه وخطوط المجال. فتغيير اي منهم بيؤدي الى تغير التدفق، فنطلع شو هذا. الحلو في السؤال انه معطيني ريستارت نظام تغيير ومعطيني مفتاح. فانا بدي اقترح اول حال ممكن فيها نغير التدفق اللي هو بتحكي له في حال واحد لحظة إغلاق ح مفتاح. هلا باللحظة اللي بتغلق فيها المفتاح بتولد التيار، وإذا بدنا إياه من هذا اتجاه التيار، التيار بتولد من القطب الموجب اللي هو مع اتجاه القوة الدافعة الكهربائية إيقاف حداد أو إيقاف العفار، فالتيار تولد بهي اتجاهه، في داخل الحلقة هاي اللون الأسود راح يتولد التيار هيك اتجاهه اللي هو مع عقارب الساعة، وإذا حبيت هذا اتجاه المجال بحب أصاب مع اتجاه التيار هي دوران مصاب اتجاه التيار وكان يشير المجال فراح يتولد مجال مغناطيسي نحو الداخل او زين ساكن. طيب عند لحظه اغلاق المفتاح هلا زمان المفتاح كان مفتوح كان التيار النار في الدار صفر فكان المجال المغناطيسي صفر. في اللحظه اللي بتغلق فيها المفتاح راح يتولد تيار ويرشع عنه مجال مغناطيسي. فبمعنى انه انا هون بدي احكي انه التدفق اكيد في هاي الدار راح يزداد لانه المجال المغناطيسي زاد. وعليه تنشا قوى دافع حثي بتولد تيار حثي بتولد مجال مغناطيسي حثي وعشان يقاوم هاي الزياده بيكون بعكس غين المسبب او غين الاصلي اللي احنا حددناه. طيب هلا اذا بيكون مجال مغناطيسي بعكس اتجاه المجال الاصلي بده يكون المجال الجديد بيكون ضد باتجاه الناظر او زي الموجب فمجالي الحثي بيكون باتجاه الناظر وحطيت الهاي باتجاه الناظر اصابع بتشير للتيار بتولد تيار بعكس عقارب الساعه. طبعا انا راح احطه هون هيك راح احكي انه هاي الحلقه بمثلها هون لاني بديش احطها بصمه لانه في حالات كثير بدي اياها فالدوران هو عكس عقارب الساعه. في حاله ثانيه اذا بدي بقدر اعكس الحاله هاي بدل ما احكي لحظه اغلاق المفتاح بقدر احكي لحظه فتح المفتاح بكل بساطه لحظه فتح حال المفتاح. واذا فعلا كان هيك ورا بعض مكررات انت مش حابب ترجع تفهمها جديد بكل بساطه بدي احكي لك انه المجال المغناطيسي الفتح راح يقل فالتدفق يقل لانه لما تفتح المفتاح تيار طبعا زمان كان في تيار كان مفتاح مغلق كان في مجال مغناطيسي بس باللحظه اللي انت فتحت فيها المفتاح صار التيار الكهربائي في الدار صفر والمجال المغناطيسي صفر فانت قللت المجال
عن تقليل المجال بكون هيك ساعتها غين فتحه يكون مع اتجاه غين مسبق يكون مع اتجاه المجال الاصلي عشان يقاوم نقصان بالزياده. فالمجال الحثي المتولد بده يكون نحو الداخل، اذا بتحط مجال الابهام نحو الداخل عن مجال حثي التيار يصير مع عقارب الساعه، اذا بتولد فيها التيار اتجاه دوران عقارب الساعه. الحاله الثالثه اللي هو انا بستغل انه في عندي انا مقام كهربائيا، فخلينا نحكي زياده مين؟ طبعا هي الستار مقام تغير، فزياده المقام اكيد بتؤدي انه التيار في الدار بقل، انت بتعرف انه العلاقه بين المقام والتيار علاقه عكسيه بثبوت مصدر فرق الجهد، هي ثابت. فانا هون اذا انه زدت المقام مباشره التيار الكهربائي في الدار رح يقل، احنا بنحكي انه التيار يقل، معناته المجال المغناطيسي الناشئ عنه رح يقل، معناته التدفق رح يقل، انا بتنقل حالي فوق. فمجال المغناطيس الحثي المتولد بده يكون مع غير المسبب وعليه بده يكون اتجاه المجال. انا قاعد بقول من فوق يا جماعه في تيار شكل انه جديد انه الفكره صارت واضحه. فهون اذا بحط ابهام مع اتجاه المجال، مجال نحو الداخل، التيار بده يكون مع عقارب الساعه. واذا بدي اضيف حاله رابعه كمان للحال اللي هي حاله برضه بستغل المقام، حاله نقصان مين؟ مقام الكهربائي. ولحظة نقصان المقام الكهربائي العلاقة عكسية مع التيار، التيار يزداد، فالمجال المغناطيسي يزداد، فالتدفق يزداد، رجعنا للحالة الأولى. فمجال المغناطيسي الحثي بيكون بعكس غين المسبب. وغين المسبب احنا قلنا اتجاهه اكس بيكون عكسه يعني دوت، بنقول انا الحالة الأولى قاعد هي لحظة التشابه نفسه. فالهام نحو المجال المغناطيسي التيار عكس عقارب الساعة. زي الشكل. طيب هلا طبعا مطالب ثلاث حلقات بس احنا عملنا اربع حلقات يعني حكينا عن حلقات لها. طيب هون حدد ماذا يحدث في اضاءه المصباح في الشكل لحظه تقريب المغناطيس. طيب احنا في مغناطيس قاعد بطاقه الشمال الجنوبي، طبعا هذا المغناطيس قاعد يقترب من هذا الملف، في عندنا مصباح هون، طبعا في عندنا داره كهربائيه تبع المصباح، عندنا تيار شغال طلع عليه بس شو بده يسوي. هاي اتجاه قوى الدافع الكهربائي، عندنا تيار في داخل هاي الداره واتجاه التيار من القطب الموجب السائل. يا جماعة هذا باللون الأحمر هو عبارة عن تيار طبيعي يساوي قوة دافعة كهربائية، فينشأ عنه مجال مغناطيسي طبيعي عادي. وإذا بدك اتجاه المجال أصابع تيار كان يشير إلى المجال، مجال نحو سين السائل. طيب هلا إذا تقربت المغناطيس بلشنا نحكي على الحث هسا. تقريب المغناطيس زي ما بنعرف بيؤدي إلى زيادة أعداد خطوط المجال، قديمة الفكرة هاي. فالتدفق يزداد فأكيد بتولد مجال مغناطيسي حثي وبده يكون بعكس المجال الاصلي. هلا ليش بيكون بعكس المجال الاصلي؟ تحت اقامه الزياده اللي صارت عندي بالتدفق والنقصان. هلا المجال المغناطيسي تبع المغناطيس هذا هو من طبعا لا تنسى تخرج من الشمال بتدخل في الجنوبي، فانا بحكي عن المجال الاصلي باللون الازرق، فدي جاوب هي بداخل المغناطيس. هذا المغناطيس او المجال المغناطيسي الطبيعي. واذا حابب تقول هو مجال المغناطيسي حثي بده يكون بعكس اتجاه هذا المجال، فالمجال المغناطيسي باللون احمر، المجال المغناطيسي الحثي او هيك بحطه بلون اخضر اساسا، اعطيته لون احمر انا للتيار الطبيعي والمجال الطبيعي. فمجال المغناطيسي الحثي بعكس هذا المجال، هي مجال مغناطيسي حثي بعكس الاتجاه. واذا بجرب احط ابهام مع اتجاه في مجال المغناطيسي الحثي اصابع تشير للتيار، يا جماعه التيار نحو الاعلى، يعني انا هيك صار عندي تيار جديد باللون الاخضر، هذا التيار حثي، هذا فتحه. اذا انا زمان كان عندي تيار باللون الاحمر تيار طبيعي صار بطاريه، واضفت تيار جديد بنفس اتجاه التيار الاصلي، بطل عندي تيار صار عندي تيارين. فعشان هيك انا بقدر احكي انه شده التيار الكهربائي قرب المصباح تزداد، فبقدر اقول لك انه تزداد شده اضاءه المصباح. اذا في افكار اسئله بتقول لك انه شو بصير باضاءه المصباح في قاعده كنز تقريبا او قاعده المغناطيس، ما عليك الا انك تحدد اتجاه التيار الطبيعي اللي اصلا موجود جوا الدار سبب قوة دافعه، وعليك انك تشوف وين اتجاه التيار الحثي. اذا كان تيار حثي مع اتجاه التيار الاصلي في داخل هاي الدار اللي بتحكي على المصباح مباشره بتقول له انه اضاءه المصباح تزداد. في حال كان اتجاه التيار الحثي بعكس اتجاه التيار الطبيعي ناشئ هاي الدار مباشره بتقول له انه اضاءه المصباح تقل. طيب شوف السؤال، يمثل الشكل ملفان لوليان. هلا طبعا في حول قلب حديدي، هذا باللون الاخضر هو قلب حديدي ملفين على ملفين. حد اتجاه التيار الحثي في المقام الف دا، هون اكيد في تيار حثي في شو بطاريه، هون في تيار طبيعي في بطاريه، ميز فيها بطاريه تكون تيار طبيعي لانه فيها قوه دافعه كهربائيه التي لا تاثر على البطاريه، هي تكون تيار حثي.
عند لحظة إغلاق المفتاح، ركز، في اللحظة بغلق فيها المفتاح ومر علينا في القاعدة. ما اسم القاعدة اللي استخدمتها في تحليل الاتجاه؟ طبعا هي راح تكون قاعدة اليد اليمنى. يمكن حكينا احنا المفروض نحكي على فورمة قاعدة اليمنى، المفروض نحكي على تحديد اتجاه المجرس الملفات قبضة اليد اليمنى. هلا خلينا نكمل. هلا انا في دراستي الحالية مطلوب مني اني احدد اتجاه التركيز. هلا لحظة اغلاق المفتاح يمكن هون مرت علينا، عند لحظة اغلاق المفتاح كان التيار زمان صفر ومفتوح، مجال كان نقطة صفر. في اللحظة اللي بتغلق فيها المفتاح بصير في مجال، بصير عفوا في تيار ينشئ مجال. فبكل بساطة لحظة إغلاق المفتاح أكيد مجال المغناطيس يزداد والتدفق عبر الملف يزداد، تنشأ طبعا قوى دافع حثية تولد التيار حثيا تولد المجال المغناطيسي حثي. كون كل شيء هون يزداد هذا المجال الوسطي حثي راح يكون بعكس المجال الوسطي الموجود أو المسبب الموجود في الدارة. طيب خلينا نحدد بس الاتجاهات. أول شيء بلش بالدارة هاي اللي فيها تيار طبيعي راح أتعامل معها باللون الأزرق، فهي اتجاه قوى الدافع الهوائية نشأ التيار بالاتجاه وفي الحركات هاي نحو الأعلى. خلينا نحدد اتجاه المجال اصابع التيار، ابهام يشير دائما للقطب الشمال، واذا بدك ابهام يشير للمجال فهذا المجال الاصلي، او اذا بدك المسبب اللي نشا عن البطاريه والقوى الدافعه. وزي ما كنا حكينا في اطلاق المفتاح اذا تدفق ومزداد فهذا ما بيعجبه المزداد تدفق، بيحاول يقاوم زياده النقصان تنشا عن القوى الدافعه حيث التيار في المجال المغناطيسي عكس هذا المجال، عكس يعني الرصين الموجي، فهذا المجال حث. بس بحط الابهام مع اتجاه المجال المغناطيسي الحثي واصابعي يشيروا طبعا هاي قبضتي اليمنى، الابهام مع اتجاه المجال واصابعي يشيروا اتجاه التيار، واضح ان اتجاه التيار في الحلقات هاي نحو الاسفل، وعليه اذا كان نحو الاسفل عاده بقول لك هون اتجاه التيار يتبع هذا المسار، اتجاه التيار كهربائي هون راح يكون من باء الى الف، اذا من باء الى الف واكتب له عطر المقاومه عشان يعرف المصدر الوصفه الموجود هون داخل هاي المقاومه، لانه من باء الف اصلا عبر الضغط صار الاتجاه العكس تماما الوصفه. وصفي تمام او بترسم بس نصيب تحط فيها مقام توشي دار اوكي. نيجي على السؤال عندنا سلك مستقيم لا نهايه طول يسري فيه تيار كهربائي، هذا السلك المستقيم طبعا انا حاط هون نقاط تدل على لا نهايه الطول، طبعا بحكي لك تقترب منه حلقه فلزيه، هي حلقه دائريه فلزيه فيتولد فيها تيار حثي نتيجه اختراقها، هي الحلقه تولد فيها تيار حثي في اي اتجاه. طيب تمام، حد اتجاه التيار الكهربائي في السلك المستقيم. اول شيء خلينا بس اشتغل شوي على موضوع كلمة اتجاه الحركة. إذا قاعد بيقترب احنا بنعرف انه السلك المستقيم بولد حول المجال بغض النظر عن الاتجاه. بولد مجال بس انت كل ما اقتربت من السلك قللت المسافة. أذكر مقانون مجال مقاومة السلك المستقيم بين يسار يونت في داعة 2 باي فا. فأنت تقليل المسافة أو التقريب يؤدي إلى زيادة المجال المغناطيسي. أنا بدي أبلش بس باتجاه الحركة. إذا مجالك المغناطيسي يزداد إذا تدفقك يزداد. عارفين الفكرة هاي، وإذا كان تدفق يزداد المجال المغناطيسي يزداد يعني المجال المغناطيسي الحثي المتولد بيكون بعكس المجال الأصلي، وهذا الكلام أسهل بس من كلمة اتجاه الحركة. أوكي كمل. هلا إذا بتحدد اتجاه المجال الحثي باستخدام التيار الحثي بحط أصابعي مع اتجاه التيار الحثي طلع إبهام يشير للمجال، دائما دوران التيار الحثي مع عقارب الساعة اللي حكيناها في الدليل دوران مع عقارب الساعة ينشئ مجال نحو الداخل. كم دوران مع عقارب الساعة ينشئ مجال نحو الداخل. يعني خلينا نتفق نحثي باللون الأحمر. هلا التيار الحثي مع عقارب الساعة. فأنا بدي أقول لك إنه المجال المغناطيسي الحثي راح يكون نحو الداخل. إذا كان مجال المغناطيسي الحثي نحو الداخل، العادة المجال على طرف السلك هذا لازم يكون عكسه. إذا لازم يولد السلك هون. مجال المغناطيسي بعكس اتجاه هذا المجال، ركز لانه احنا قلنا يقاوم زياده النقصان لانه بيقترب، فبده يكون المجال المغناطيسي هون باتجاه الماضي. وحتى السلك المستقيم يكون مجاله باتجاه الناظر، طلع علي ابهامي تيار هون نحو الناظر والعكس نحو الداخل من حلقه دائري، فيمينه دائما نحو الداخل، هي قلنا اذا متذكرين يمينه نحو الداخل، اذا كان هذا نحو الخارج فلازم يكون هون اكيد نحو الداخل. ويمينه نحو الداخل اذا بكل بساطه يكون اتجاه التيار نحو سين صعب. هي جرب اليمين الهامي نحو الداخل هون نحو الخارج. طيب سؤال فكرته كثير حلو، السؤال هذا بيحكي وبين شكل مجرد ملف لولبي مصنوع من بطاريه ومصباح. ايوه مصنوع من قوى دافع هوائيه. اذا بدك اول ما تبدا سوي حركه سريعه انه هاي البطاريه اتجاهها تيار القطب الموجب بلف الدار هيك وقطب السالب اتجاه التيار نحو الاعلى.
وطبعا هذا التيار بيخضع التيار بالنسبة من قوى دافع كهربائية طبيعية أو عادية ما في ولا شيء حكي. أوكي طيب في الحالات التالية بيحدث ماذا يحدث في إضاءة المصباح؟ ماذا يحدث في إضاءة المصباح أثناء دراسة الحالات التالية؟ يلا نيجي على الحالة رقم واحد أو ألف. إذا تحرك المصباح بنفس السرعة كما مثل بدي أقربها وبدي أقربها. أوكي أستاذ إذا قربت أنت ملفين هاي الملفين هون عم تحكي عن حالة ألف قربت اثنين معناته التدفق قاعد بيزداد أو يعني خلينا نوضح الوحدة على جنب هاي في حالة ألف بتحكي عنها إذا هذا عمل تقريب فالتدفق يزداد لأنه مجال المغناطيسي يزداد وراح ينشأ مجال المغناطيسي حثي بده يكون عكس المجال الموجود في الملف أو المجال الطبيعي. طيب سريعا بس خلينا نحدد اتجاه المجال الطبيعي هون هون الشمال يجي نخطو المجال الشمالي والجنوبي نهتم بالمجال الداخلي من الجنوبي إلى الشمال هذا غير طبعا هون خلينا نحدد كمان نخطو المجال الشمالي والجنوبي هيا فاتجاه مجال المغناطيسي هذا غير وعلى فكرة هذا الكلام اللي كتبته باللون الأحمر بينطبق على المغناطيسين المغناطيسين قاعدين يكتبوا طيب خلينا نحكي هسه عن الحثي بدي أحكي على التيار الحثي والمجال الحثي باستخدام الرياضة احنا حكينا في الحالتين عكس فخلينا نسمي هاي الحلقة سي وهاي الحلقة نسميها صاد. بدي يكون مجال المغناطيس هون بعكس اتجاه المجال الأصلي عشان يقاوم الزيادة. هذا المجال المغناطيسي الحثي بيزداد المغناطيس سي مش قاعد بيقترب بكون مجال عكسه. وهذا المجال المغناطيسي الحثي المتولد هي غير بسبب صاد برضه عكسه. هلا لاحظ المجالين مع بعض. فإذا حطيت بهاي مع المجال الحثي سي تيار بيحول أسود وهذا بيشكل تيار بيحول أسود. تكون تيارين حثيين بعكس اتجاه التيار الاصلي في الدار اعيد مجال المغناطيسي حثي هون اخترق هون عكسه قام زياده بالنقصان انشا عكسه ثاني مجال التيار هو الاسفل في الحلقات هاي طلعين هون هذا التعب تكون مجال عكسه نحو اليمين ثاني اتجاه المجال برضه عكسه هلا التيارين عكس اتجاه التيار الاصلي هسه حكيت لك هنا في حال كان تيار حثي متولد يعني اثنين دا فتحه تيارين عكس اتجاه التيار الاصلي اذا مباشره بقول لي تقل إضاءة المصباح هاي العرض زوج باللون الأحمر تقل إضاءة المصباح هاي كلها لتجربة ألف تعالوا نشوف تجربة وعشان أحكي التجربة بدي أشطب المجالات الحثية هاي ما أعرف شو صار في السؤال يلا نبدأ بالمجال في بقى إذا الحركة بتصير نفس السرعة بعيدا عن الملف هلا الاثنين تعب أنا هون ركز معي هون المجال المغناطيسي قاعد بالكل الاثنين والتدفق قاعد بالقلب والمجال المغناطيسي الحثي بده يكون مع اتجاه المجال الاصلي في داخل الدار اذا ما عليك الا تعمل مجالات اصلا مغناطيسيه حثيه تكون مع اتجاه المجال الاصلي يلا مجال اصلي سين سالب مجال حثي معه سين سالب هذا بين سين فتحه مجال مغناطيسي معه هاي بين فتحه من مغناطيس صاد هاي مع اتجاه المجال تيار اعلى مع اتجاه المجال تيار اعلى تيارين حثيين مع اتجاه التيار الاصلي بكل بساطه والله ايش احكي كيلو تزداد إضاءة المصباح وبكل بساطة إذا تكررت الحالتين هذول ورا بعض في سؤال وزارة مثلا طب أنا حال حالي تكون ذكي وسريع بالحل وعكس حالي ألف وحط حالي ما يعكس تماما بس في حال تكرر ورا بعض في فرق جي عفوا إذا تحرك المغناطيسين بنفس السرعة بحيث سي مقترب هلا خليني سي مقترب زي ما هي مقترب هي يعني تخلي سي يقترب وصار مبتعد هلا المره بعد صار هلا ركز معي شوي عشان بس اركز هلا بدي اشتغل على المغناطيس سين هالمره لحالي سين مقترب مجاله يزداد عبر ملف التدفق يزداد عبر ملف مجال المغناطيسي حثي لسين بده يكون عكس غير الاصل اذا بقول هذا الكلام بدي احكي نشتغل هسه على المغناطيس صار مجال المغناطيس صار شو بصير فيه يبتعد فبدي احكي مجال المغناطيسي اللي بياثر على الملف رح يقل التدفق رح يقل فمجال فتح الأصابع رح يكون مع المجال الأصلي. يلا ركزوا بشوي. بدك تنشئ عكس هذا المجال إذا مسحلي هاي، بدك تنشئ عكسه لأنه ما التدفق قاعد يزداد، فمجال المغناطيسي حثي غير فتح الأسين عكسه في الاتجاه إبهامي طلع التيار وين للأسفل. هاي أول تيار بتذكر. تيار الحثي الأولاني المغناطيسي نحو الأسفل. هون. هون حكينا يقترب بينشئ مجال المغناطيسي بيكون مع اتجاه المجال الأصلي. أيوه جائز مع اتجاه كان مع المجال نفس حالي بالأعلى تيار بالأعلى إذا صار عندي تيارين حثيين تيار حثي نحو الأسفل وتيار حثي نحو الأعلى حركة المغناطيسين بنفس السرعة وبنفس الاتجاه فالتيارات الحثية عفوا بنفس السرعة وتحرك بنفس اللحظة فالتيارات الحثية مع
متساوية في المقدار. تيارين متساويين متعاكسين مع بعض حصلتهم كم؟ صفر. فإذا بس ركز شو بصير بإعطاء المصباح في الحالة جيم تبقى كما هي لا تتغير، لأنه أنا نشأ عندي تيارين حثية. يعني إذا بدي أعمل ملخص سريع هون، هون ليش تغير إعطاء المصباح؟ لأنه عند اثنين تا فتحة تكونت نحو الأسفل بعكس اتجاه التيار الأصلي. ليش تزداد؟ لأنه عندي تيارين حثيين تكونوا هاي اثنين تا فتحة تكون نحو الأعلى. هون في تا فتحة نحو الأعلى وفي تا فتحة نحو الأسفل، فمحصل التا فتحة كم تساوي؟ صفر. فعشان هيك ظلت إعطاء المصباح زي ما هي. كمل. يتصل المصباح بملف دائري وهو في مجال المغناطيسي كما في الشكل. هذا المصباح داخل ملف دائري. إذا بذكر طريقتين لشعل الملف الضيء، يعني كثير مجرد بسيط. أنت عشان تخلي الملف الضيء، يعني أنت بدك إياه أولاً يطلع قوة دافع حثية وتيار حثي في مجال المغناطيسي حثي، عشان يقام زيادة النقصان ينشأ تيار حثي في هذا التشويه. افهم هذا. هسا بدي بس أحكي عن حالات، يعني ما باتجاهات ولا شيء، بس أنا وياك رايحين إحنا باتجاهات سريعة. هلا في عندي حل أول سريع، ممكن إنك تزيد قيمة المجال المغناطيسي، وزيادة راح تزيد التدفق، وزيادة التدفق راح تؤدي لتولد قوة دافع حثية، تولد تيارك حثيا، تولد مجال المغناطيسي حثي، وإذا بيزداد عاد بيكون عكس غين الأصلي، غين الأصلي ضد باتجاه الناظر عاد غين حثي نحو الداخل، فالتيار مع قارب الساعة، إذا هون التيار الحثي بيكون مع قارب الساعة. دير بالك السؤال مش طالب منك إنك تحدد اتجاه التيار الحثي في كل حالة. هاي حالة واحدة. بس أنا يعني أنا قاعد بنحل على السريع بنحل اتجاهات. هلا في حالة ثانية ممكن يا جماعة أعمل حركة ثانية أقل من ألف. أنا حبيت أحكي عن حالة مختلفة. ممكن أدور الملف بدل ما هو هيك ممكن أصبح حاله هو هيك. مثلا عوامل غين وألف شو ضل؟ بالساوي. فأنا غين زدت ممكن أقللها، ألف نقصت ممكن أزيدها، بس أنا بدي أغير عن حالها. فالتدفق أكيد أكيد رح يقل، تنشأ قوة دافع حثية والتيار حثي والمجال المغناطيسي ثاني مرة مع المجال الأصلي عشان يقاوم النقصان بالزيادة. فالتيار الحثي اتجاهه يلا سريع مع اتجاه المجال الأصلي زي ما قلنا باتجاه الناظر، فالتيار بيكون عكس عقارب الساعة. آخر سؤال عندنا في قاعدة الهندسية. في الشكل الموسمات قابلنا للحركة واحد واثنين، طبعا هي موسم واحد وموسم اثنين، هذول على خلينا نحكي عن مسارات وبدأ بيتحرك قابلنا للحركة. إذا بدأ المجال المغناطيسي بتنقص ستوب، أنت بتحكي عن تغير في التدفق، لأنه أنت بتحكي المجال المغناطيسي قاعد بيتنقص. صف حركته، نقطة دقيقة شوي، خلينا بس نركز شوي. إذا مجال المغناطيسي قاعد بيتنقص أو بقل مباشرة، تدفق بقل. فبتنشأ قوة دافع حثية بتولد تيار قوة حثية بتولد مجال مغناطيسي حثي، وركز بده يكون مجال مغناطيسي حثي متولد كون مجال مغناطيسي قاعد بقل مع غين المسبب. طب ممتاز. هلا المجال المسبب اتجاهه هيك بتحطه هون تحت، مجال المسبب اتجاهه نحو الداخل. فمجالي الجديد او الحثي بده يكون معه اذا نحو الداخل. خلينا نجرب بس نحط هذا نحو الداخل. فدوران التيار في داخل هذه الحلقه المربعه، تخيل حلقه مربعه، دوران التيار كان مع قارب الساعه في اتجاه التيار كيف؟ فهذا الموصل الاسفل، فهذا الموصل الاعلى، حتى يكمل دوران كامل مع قارب الساعه. انا مهتم بالموصلين هذول قابلين للحركه. احنا بنعرف في قانون كورنسي مفرع سيري تا لام غين جيم، فهذا السيري تولد فيه تيار حثي وهذا السيري تولد فيه تيار حثي. حلو. اذا صار في تيار في مجال المغناطيسي الزاوية بين الموصل أو ساحة الموصل كنا نسميها تيار مع المجال 90 درجة، في قوة مغناطيسية بكل بساطة بحددها مع اتجاه التيار وأصابي مع اتجاه المجال، تماما بهذا التيار أصابي مجال، هذا رح يتعرض لقوة مغناطيسية باتجاه اليمين. هاي قوة مغناطيسية جماعة مأثرة على سلك، قافة مغناطيسية لسلك، وإذا هذا بحطها مع اتجاه التيار أصابي مع اتجاه المجال بتنشأ قوة مغناطيسية نحو سين ساعه، بس هذا صار. صار عندي سلكين بيتحركوا نحو ترافق، هامي تيار صار مجال، هامي تيار صار مجال. يعطيك العافيه.